نرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى، وهنتكلم تحديدا عن الخماسي الحديث وإزاي بيتم إعداد الأبطال أصلا من الناشئين. أساس أي حاجة دايما بنتكلم إن هي قاعدة الناشئين فيها، ده اللي بيخليك تطمن على الفريق الأول وعلى المنتخب بعد كده وكمان على مستقبل الرياضة دي تحديدا. هنتكلم في كل ده، بس خلينا في البداية نرحب بضيوفنا. خلينا نرحب بالبطلة فريدة خليل، لاعبة منتخب مصر للخماسي وبطلة العالم تحت 17 سنة. صباح النصر، صباح الهنا يا فريدة. وكابتن خليل أبو هاشم هو والد فريدة وفي نفس الوقت المدير الفني الخاص بها. صباح الخير يا فندم، أهلا بيكم. ازي حضرتك؟ أنا طول فترة الفاصل يا حضرات كان فيه يعني كل الزملاء تقريبا بيحاولوا يفرشوا الميداليات الكتيرة جدا خدوها. اللي ما شاء الله حصلت عليها فريدة، لقينا المكان مش هيكفي، ففي شنطة رجعت فيها ما لا يقل عن 200-300 ميدالية. فاحنا بنتكلم على بطلة عالم، بسم الله ما شاء الله، احنا سعداء جدا بوجود حضراتكم معانا. منورانا يا فريدة، أهلا بيكي. ولازم نبتدي بقى مع حضرتك بالسؤال اللي أعتقد إن هو هيبقى تقليدي قوي في الحالات اللي زي كده، كون ان حضرتك المدير الفني الخاص بيها، ففكره الاب اللي حريص على ان بنته تعيش تفاصيل المرحله السنيه اللي هي فيها، حريص ان بنته تكون متفوقه دراسيا ومفيش حاجه تاخدها من التفوق الدراسي، وفي نفس الوقت حريص على ان هي تستمر في تفوقها الرياضي، وزنت بين التفصيلتين دول ازاي؟ والله هو الموضوع صعب جدا بالنسبه للخماسي الحديث، زي ما حضرتك عارف هي بتتكون من 5 ألعاب. كون ان 5 ألعاب بياخدوا وقت كبير جدا عشان حضرتك توصل لمستوى بطولة عالم او تطلع لمستوى ان انت تبتدي بتأهل نفسك للاولمبياد كمان 4 سنين. في كذا بلان، لونج بلان، ميديوم بلان، شورت بلان، لازم تكون حاططها قدام. الموضوع ده في الخماسي كبير، يعني 5 لعب كتيرة على كل على شخص واحد انه يقدر يتمرنهم كل يوم. فوظيفة المدير الفني انه اكتر حاجة ان هو بيعمل لها ارينجمنت المواعيدها، البلان بتاعتها، الاحمال، الكلام ده. طبعا الموضوع مش سهل. فريدة 12 سنة، عاملة السنة دي أول 17 سنة، بتنافس على 19 سنة من التوب 3، بتنافس على 21 سنة من التوب 10، فالدنيا الحمد لله مستقرة جدا معاها على المستوى الكبار، كمان على مستوى الدولي حتى السنية الحمد لله رقم واحد على مستوى المصارعة. حتى المستوى ضعف سنها. بالظبط، أكتر من ضعف سنها. حتى بتنافس في السينيورز كمان دلوقتي الحمد لله، هي من التوب 6 على مستوى مصر في السينيورز، ودخلت بطولات عالم سينيور، دخلت بطولات عالم سينيورز قبل كده، ودخلت سينيورز في شهر 1 وشهر 3 باذن الله. فهي الحمد لله الموضوع مستقر معاها، بس ده طبعا وراه جهد كبير منها جدا جدا جدا، وتظبيط مواعيد ودروس ومدارس، لان هي لسه سنها صغير طبعا. طب يعملوا بقى حضرتك ومامتها ولا انتوا الاثنين؟ بالظبط كده، طبعا مامتها أكتر. عشان نيجي للحق، مامتها هي بتشيل العيب الاكبر يعني. لان انا الوقت الشغل برضو بتاعي بجانب ان هي تمارينها غالبا كبيره جدا، من 5 الفجر بتبتدي، بتنهي يوم 10 10 يوميا بقى. يوميا. حتى ايام الدراسه، حتى ايام الدراسه 5. المدرسه طبعا ليها عامل كبير في المساعده. طبعا فريده طفره موجوده عندنا في مصر، فكل الناس بصراحه بتساعدنا. يعني ابتداء من المدرسه نوتردام بتاعتها، السير بتاعتها بتساعدها جدا، عندها مدرسه صعبه اصلا فرنش، فمدرسه صعبه اساسا، بس هم بيحاولوا يساعدوها على قد ما بيقدروا، كان هي بطله كبيره طبعا، عندها حاجه بتفوتها بترجع للسير، تديها الدروس بعد الظهر، تبتدي الامتحانات بتاعتها، بيساعدوها فيها جدا عن طريق الاتحاد، الوزاره والمدرسه. فطبعا ده 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 هو بريشر عليها برضو جداً. يعني ضغط عليها مش سهل يعني برضو. يعني بص حضرتك، البريشر اللي موجود لو حضرتك ايا كان البريشر اللي انت عليه، بس انت حابه اللي بتعمليه، الموضوع مختلف تماما. طبعا طبعا مش اي حد يقدر يستحمل البريشر، حتى في شغل، في الحال الشخصيه، في اي حاجه. انت لو بتعملي حاجه انت حباها هتحس ان البريشر ده بيس اوف كيك يعني بالنسبه لك. انا لا، انا عندي، انا اقدر اعمل. صحيح. انا ما اقدرش اعمل، انا اقدر انافس. هي اللي بتجبرنا ان احنا نروح للمرحله اللي بعديها، اللي قدامك اللي بيجبرك، هل انت جاهز للمرحله دي ولا انت تقدر تاخد وان ستيب باك، نرجع خطوه ورا، نبتدي نقيم الاوضاع، الكلام ده. هي كل مره بالحمد لله بفضل الله بتدينا فرصه ان احنا ناخد، لا احنا ممكن نموف فورورد، طب ليه لا بطوله عالم 17 سنه، طب ليه لا ما نروحش 19 سنه؟ هي اللي بتعلي سقف طموحكم يعني. بالظبط. زي النادي الاهلي كده لما كنا بنتكلم. هي لعيبه النادي الاهلي لسه هنخش في الموضوع ده اصلا. فهي فريده كل مره بتفوق توقعاتنا الحمد لله بفضل الله، ودي نعمه كبيره كبيره جدا، وربنا ربنا يحافظ عليها من اي اصابه، وتمشي الموضوع مستقر طبعا باذن الله. بس هي كل مره الحمد لله بتبقى قد التوقعات، كل مره هي اللي عاوزه تروح، كل مره بتعشق حاجه اسمها بطولات، فبالنسبه لها الموضوع هي اللي حباه. بس ده ما بيجيش من فراغ برضو يعني. هل حد في العيله، هل حضرتك برضو بما انك المدير الفني الخاص بيها كنت برضو في الرياضه دي وانت صغير؟ يعني خلينا نعرف الباك جراوند بتاع الفاميلي او بتاع العيله. انا والدتها رياضيين وعلى مستوى دولي في رياضه ثانيه، في الجودو، بس انا كنت بلعب برضو خماسي عسكري وكده، فالموضوع بالنسبه لنا هو اساس حياتنا. اخواتها كمان ابطال، عندها اخوات كبير عمار، بطل افريقيا 5 مرات، من الناس اللي اسمه عمار، عمار محمد ابو هاشم خليل. على فكره عمار حلو الحمد لله. عمار برضو بطل افريقيا جودو،
خمس ست مرات، مشارك في بطولتين عالم، من الناس الواعده جدا في مصر ان شاء الله ان هو يحط ميداليه اولمبيه في 2028 باذنك يا رب. باذن الله بيحاول يتاهل لاولمبياد باريس، هو 17 سنه صغير بس ان شاء الله برضو بمساعده الناس هيقدر ان هو يحط حاجه كويسه جدا. العيله كلها بسم الله ما شاء الله، يعني يونس والوالده والابنه يونس اخوها برضو يونس، يعني ما كانش ليكي مفر ان انت ما تمارسيش رياضه كده برضه. يونس كمان لعيب سلاح كويس جدا، الاول على مرحلته، ربنا يكرمنا كده فيه في كاس عالم، طلع يعني بيلعب بطولات اوروبا والحمد لله برضو حد كويس جدا. هي الرياضه هي جزء من حياه العيله بصراحه، يعني هي جزء من حياتنا. البيت عندكم معسكر على طول مغلق ليه ده يعني؟ ملوش حل تاني. هي البيت حابب اللي بيحصل، هم اتربوا في بيئه رياضيه بحته فطالعين بالمنظر ده، يعني هم طالعين عندهم بلاننج شويه. حلو جدا. عايزين نسمع من فريده بقى شويه برضو، يعني خلينا احنا نعيش معاكي الفتره اللي ابتديتي فيها وبعدين ابتديتي النجاحات تيجي كمان والضغوطات اللي كنت بتتعرضي ليها والبالانس ما بين المدرسه، يعني بصي احكي لنا كل حاجه، احنا عايزين نسمع منك لان انت برضو سنك مش كبير بس اللي انت محققاه كبير قوي، فاهمه؟ فهي معادله طبعا مش سهله. لا ما هو كل مساعده بابا ليا في تنظيم الوقت، وانا سبب ده خماسي تعودت بقى من بعديها. ده ابتديتي عندك كام سنه؟ في 2018. يعني سنة. مش من بعيد قوي مع سبع سنين. اول بطوله عالم لعبتها كان عندها 8 سنين. 8 سنين. اوكي صغيره. اول ميداليه بطوله عالم اول عالم كانت 8 سنين، عمل 6 بس كان المرحله الصغيره 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنه المفروض ان هم ليهم بطولات على حاجه اسمها ثنائي وثلاثي. فدي بتبقى بدايه. الجميل في الخماسي الحديث الاتحاد عندنا بيأهل الاولاد بدري عشان يبقى لهم خبرات دوليه كبيره، والاتحاد الدولي كمان بيدعم ان هو يبقى فيه خطه لاعداد السن المبكر ده في حاجه اسمها الثلاثي والثلاثي، يعني سباحه وجري، سباحه وجري ورمايه. فريده لما ابتدت في المرحله الصغيره دي بدات تشوف بطولات عالم وبدات تلاقي نفسها انا موجوده قدام، فبدات تعلي من امكانياتها ومن طموحاتها يعني في البطوله. ما شاء الله كل مشاركاتك في بطولات عالم وكاس عالم وحدوته كبيره، بتستعد ازاي بقى قبل كل بطوله كبيره من دول؟ يعني في التمارين بشوف الارقام وبظبط طبعا الحمل يعني قبل البطولات يعني عشان ما يحصلش اصابه او اي حاجه. اوكي. طب وبعيدا عن البطولات انت يومك عامل ازاي كده من اول ما بتصحي امتى بتعملي ايه؟ لا بصحى الساعه 4:30 كده، بيبقى عندي تمرين الفجر سباحه، بعدين بطلع ساعات على المدرسه يا اما بطلع على تمرين الجري الصبح. أوكي. وساعات بخلص يوم الصبح وساعات بخلصه بالليل. ايه اشطر او ايه اكتر رياضه من الخماسي انت شاطره فيهم؟ الاوبستكلز والسلاح والرماية والجري والسباحه، يعني كله ده كله. هي اللي بيميز فريده الحمد لله وفضل ونعمه كبيره ان هي دايما في، يعني احنا بنقول لكل لعيب في الخماسي بالذات انت عندك هم خمس لاعب، شرط تبقى اول في كل لعبه بس شرط ان انت تكون متميز في كل لعبه. ممكن يبقى في حاجه اقل من حاجه اغلى من حاجه حسب الارقام. هي ما شاء الله الحمد لله يعني في الخمس لعب متميزه، يعني فوق ال 90% يعني من التوب 3 على المستوى العام في كل لعبه. يعني في السباحه مثلا اخر بطوله 21 سنه، هي حاطه ثاني رقم في السباحه على 21 سنه. هنيجي يعني مثلا للسلاح ما شاء الله في 17 سنه و19 سنه 21 سنه، وحتى في السيمي فاينلز دايما بتبقى من التوب 3 توب 4 على مستوى العالم في السلاح. هنيجي نتكلم على الجري، رقمها من احسن 3 4 ارقام على 21 سنه مثلا في الجري، في الجري والرمايه. فالاوبستكل هي احسن رقم، يعني هي احسن رقم يعتبر الحمد لله بفضل الله على مستوى العالم في الموانع، وممكن نقول من التوب 3 على 21 سنه. فانت بتتكلم ان الارقام، احنا بنلعب لعبه رقميه في الاول وفي الاخر، فهو رقم بيقول انا مستواي وادائي عامل ازاي بالنسبه لمنافسيني. هي الرياضه دي فيها احتراف، فيها مساحه كده ولا طبيعه الرياضه ما فيهاش مساحه قوي؟ والله احنا ما قلناش للكاتيجوري، يعني ما بصيناش ان احنا نطلع بره الزون اللي احنا موجودين فيه، لان احنا اهدافنا مختلفه خالص عن قصه الاحتراف. لان الهدف الاول الاساسي الفريده باذنك يا رب عندنا هدفين، اولمبياد 2026 و2028 ميداليتين. فالهدف ده كبير قوي، محتاج شغل كبير قوي، فما خرجناش بره الزون ان احنا ندور على حاجه فيها احتراف بره مصر. في احتراف متهيألي في ناس بتسافر بره بتجي لها سكولر شيب، بس في مرحله متقدمه بعد الثانويه العامه يعني بيجي لها سكولر شيب بره، تبتدي تدرس بره وفي نفس الوقت تتمرن وتلعب البطولات. اذا كان في اوروبا، اذا كان في امريكا، اذا كان لكن لغايه لما ده يحصل ان شاء الله فرصه الاحتكاك مع الدول اللي ممكن تبقى اكثر تقدما في الرياضه دي عننا
بتبقى محصوره في المنافسات. بص هو اللي انا هقوله ده يكاد يكون يعني بالنسبه لفكر الرياضه في مصر صعب شويه، بس هو ده الحقيقه. الاتحاد الخماسي المصري هو من احسن الاتحادات على مستوى العالم. انا لفيت كتير يعني، رحت كتير دول اوروبيه، رحت كتير دول، قعدت فتره في بره مصر. الاتحاد الخماسي مش عشان انا بلعب معاه، فعلا هو اقوى اتحاد في العالم في الرياضه، فده حاجه يعني مش طبيعيه. طب هايل. مش طبيعيه كمنظومه في مصر. يعني لما اقول لك النهارده الاتحاد الخماسي، بس هو النجاح بتاعه معلش كابتن خليل بيقاس بيه، حضرتك بتتكلم مثلا على اداريا وفي نفس الوقت الشق المادي، مثلا توفير الشق المادي اللي هو بيسمح لنا نروح معسكرات وبيغطي كل النفقات وبيجيب كاداره كمان وجهاز فني يعني على اعلى مستوى. نقول لحضرتك طريقه اداره الاتحاد نفسها لكابتن شريف العريان طريقه محترفه جدا. طبعا في صعوبات عشان ما بقاش انا بتكلم بقول يعني الصوره مش ورديه، وفي صعوبات كبيره، بس رئيس الاتحاد فعلا بيدير المنظومه بطريقه مختلفه عن كل الرياضات. انا زي ما هقول لحضرتك ابني في الكبير في الجودو، ابني الثاني في السلاح، ومفيش حد احسن من حد، بس احنا بنتكلم دلوقتي ان الاتحاد الخماسي لا هو في مرحله كبيره بعيده جدا 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 في تفكير الرياضه بالنسبه للاعبين. يكون بيطلع لعيبه ناشئه 12 سنه بتجيب اول 17 سنه ما شاء الله، ده يعني مش طبيعي. يكون بيدخل واحده زي فريده النهارده بعدها الاولمبياد 2026 من قبلها بسنتين، والنهارده داخله 19 سنه، وكل ده بالنتائج المحليه. يعني هي فريده في النتائج المحليه رقم واحد مثلا في 19 سنه، او رقم 2 سي رقم في 21 سنه، هي من التوب 3 ولا التوب 4. فانت احنا النهارده في اول حاجه احنا زي ما قلت لحضرتك هي لعبه رقميه، فارقامك هي اللي هتخليك تلعب. والمعسكرات اللي بتبقى سابقه كمان تحديدا لقبل الاولمبياد بتتم ازاي؟ بص هو احنا لسه ما دخلناش مرحله، انا نفسي نخش طبعا ربنا يكرمنا ونخش في مرحله المعسكرات. طبعا احنا عندنا ناس مؤهله دلوقتي باذن الله، باذن الله يعني عندنا احمد الجندي، مهند شعبان، محمد الجندي، اسماء مشاركتهم ما كانتش الاولى يعني اسماء كبيره. مهند النهارده احمد الجندي ميداليه اولمبيه. بالظبط النتائج الاتحاد نفسه، احنا لما نيجي نتكلم بالورقه والقلم ليه نتيجه الاتحاد الخماسي كده طريقه اداره جيده. الاتحاد الخماسي من احسن الاتحادات بدليل النتائج اللي احنا ماشيين فيها للفتره الجايه، واتمنى ان نفضل نستمر بنفس في عقوبات وفي صعوبات. طبعا في صعوبات، محتاجه معسكرات، محتاجه تدريبات اكتر، محتاجه دعم، محتاجه سبونسر، محتاجه كل الكلام ده. محتاج، بس هل في تقصير من القصه؟ لا، هو الناس بتحاول تودينا الحته دي وبتحاول تساعدنا، لكن مفيش حاجه سهله. طب انا برضو عادي من باب الفضول حتى عايز اعرف التفصيله دي، حضرتك مدير فني خاص بيها لفريده، هل عامل نفس الشيء مع اخواتها في الرياضات الثانيه اللي بيمارسوها؟ كل رياضه اي مستوى حضرتك لازم يعني اخوها مثلا لازم يبقى له كل يوم سكاديول برضه، حتى لو هو بيلعب جودو لعبه واحده اللي هي الجودو، لكن هو ليه سكاديول كامل ليه ان هو في طريقه تدريبه في معسكراته. بس احنا بنتكلم على اولاد بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميهم لك ويحفظهم لك يا رب ويفرحك بيهم كمان وكمان. مش اطفال عاديين مجرد بيمارسوا رياضه، احنا بنتكلم على ابطال رياضات مختلفه. وحضرتك فهمت من سياق كلامك كمان في اجابه على سؤال نهاوند من شويه ان كل ده حضرتك بتعمله الى جانب شغلك. بالظبط صح. طب انت بتلحق تنام امتى بقى؟ هو دي المشكله، ما هي دي بقى ديزيرف يعني، فاهم قصدي؟ يعني هو المجهود اللي انت بتعمله ده هو فعلا يستاهل. انت بايدك ربنا سبحانه وتعالى، دي نعمه من ربنا اول حاجه، دي مش طبعاً. مش شطاره مني ولا شطاره من والدتها ولا شطاره من اي حد، هي دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ادهنا وقال لك خد النعمه دي، انت حافظ عليها، انت بقى بايدك انت تحافظ عليها وبايدك انت تدفنها. فانت لو انت عاوز فعلا تحافظ عليها لازم تبذل مجهود. يعني انت ما فكرتش مثلا ان انت تكتفي بان هي ليها بطبيعه الحال مدرب؟ هو المدربين برضه عليهم حمل مدير فني للمنتخب ككل. حضرتك فريده الحمل بتاعك كبير قوي، او المنافسات اللي بتنافسها كتيره جدا، صعب ان مدرب واحد بس هو اللي يشيلها، هبقى ظلمت المدرب نفسه. مدرب الجري هايل، مدرب الرماية هايل، مدرب السلاح هايل، مدرب السباحة هايل، لكن مين اللي هيلعب السيمفونية بتاعت النغمة ان هي تقدر تتحط في التمرين ده كله؟ مش تمرينه بس، كمان منافسات. فريدة النهاردة امبارح مثلا لعبة بطولتين، اول امبارح بطولتين، هتلاقي ازاي بطولتين في يوم واحد؟ بقى مش فاهماها دي. والله هو ده بقى الدعم اللي احنا بنحاول يعني ايه الناس. فريده نتيجه كبيره يعني بتوفيق من ربنا طبعا. يعني هي عندها كان عندها بطوله مثلا امبارح الصبح ليزر ران خماسي، وبعد الدور كان عندها بطوله سلاح. الاتحادات الحمد لله يعني الاتحادات يعني اذا كان اتحاد السلاح كابتن عبد المنعم ولا اذا كان كابتن شريف بيبقى في تنسيقات داخليه بينهم. طب خلاص احنا عندنا دي دلوقتي، عندنا دي، عندنا دي بطله دوليه عندها مراحل معينه، دي هتلعب في الحته الفلانيه، دي هتلعب في الحته الفلانيه، هي لو تقدر. طب انا نسمع منك يا فريده، انت قاعده ساكته والحلقه دي كلها معموله عشانك على فكره، بس خلينا نعرف منك يعني
بطولتين في يوم واحد دي حاجه صعبه جدا، يعني انت اصلا عليكي ضغط اكيد كبير، انت بتحسي بايه؟ بتجهزي زي ما كريم كان بيقول لك، بتستعدي لده ازاي؟ يعني بينك وبين نفسك حتى بتقولي لنفسك ايه؟ ما هو الموضوع مش سهل، خلي بالك. يعني هو انا اللي ببقى عايزه العب البطولتين، احنا كنا عايزين نلعب الليزر ران بس الصبح وما نلعبش السلاح، هم كانوا عايزين يلعبوني الصبح بس انا ما رضيتش. قلتي انا عايز العب كمان. فاتكلمت مع كابتن، طبعا كابتن شريف، قلت له وكابتن المدير الفني بتاع السلاح، قلت لهم لا انا عايز العب الاثنين، فاتفقوا خلوا بطوله السلاح بالليل وبطوله الليزر ران الصبح. حلو ده. طب انا عايز اسالك بقى حاجه، يعني انت دلوقتي بطله ما شاء الله، يعني رياضيه كبيره جدا، وبتمثلي مصر في محافل كبيره، يعني بطولات كبيره، عايزه تعملي ايه قدام؟ يعني عايزه تكملي مثلا في الدراسه، تبقي بتشتغلي شغلانه معينه، ولا عايزه تكملي في الرياضه ومع الرياضه تبقي برضو بتشتغلي، بس بتشتغلي في المجال الرياضي بتاعك؟ نفسك في ايه؟ هو انا حلمي الكبير طبعا اولمبياد دكار 2026 ولوس انجلوس 2028. تمام. وطبعا مع الدراسه يعني. ايوه. عايزه تبقي ايه بقى؟ عايزه تدرسي ايه اصلا؟ انا من وانا صغيره عايزه ابقى دكتوره. يعني بص كمان، يعني الدراسه صعبه يعني. هي شاطره، هي شاطره الحمد لله، هي شاطره كمان، هي الحمد لله زي ما قلت لحضرتك هي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فهي عندها احلام وهي بتسرفايف للاحلام دي. ومشروع، لان انا مؤمنه بحاجه دايما بنشوفها انا وكريم كتير في ضيوفنا، الناجح في مجال معين هتلاقيه ناجح في كل حاجه، يمكن تلاقي مثلا بطل رياضي ناجح في الرياضه وفاشل مثلا في حياته الاجتماعيه، ولا فاشل ممكن يبقى على حساب حاجه، بس لا يمكن تلاقيه فاشل، مش هتلاقي لغه الفشل موجوده. فممكن جدا. بس طب ايه بقى هي عايزه؟ طب ايه؟ تتخصصي ايه؟ بشري، اسنان، اطفال، أسنان. نفسي؟ والله النفسي هينفع جدا في الزمن اللي احنا فيه هتنجحي. تنورتونا وشرفتونا، سعداء جدا بالنجاحات اللي هي محققاها، وباذن الرحمن تحقق كمان المزيد من النجاحات الفتره الجايه، وربنا ينولها لك الميداليات الاولمبيه اللي انت حطاها تارجت دي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك، سعيده كابتن خليل، ونموذج مش هقول لبطل بس هقول لبيت مصري ناجح بجد. فريده يعني. فريده لعيبه نادي الاهلي في السباحه، هي بطلة مصر في السباحة برضو، فهي لعبة نادي الأهلي للسباحة ومبسوطة جدا في نادي الأهلي يعني. وهي بتلعب خماسي نادي الشمس، نادي الشمس ما تأخرش عليها في حاجة برضو في الخماسي، فحاجة جميلة. نورتوا قناة الأهلي، كل التوفيق. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا.